أنا سننسخ بعدما استوعب عدد يعني أفكار. استضافتها أكثر من 10 و200 مشارك ما بين إعلامي وناشط من متعاطي الإعلام الجديد، مثلوا 20 دولة عربية وأجنبية تحت ظلال ملتقى الإعلام الرقمي لأجل فلسطين. وسعى فناء احتضان مدينة اسطنبول التركية لواء 500 شاب فلسطيني حضروا من 25 دولة ابتغاء إطلاق أوسع منصة شبابية تخدم القضية الفلسطينية. منسق المبادرات الشبابية المشاركة عبد الله الرفاعي افتتح حديثه عبر منبر الفعالية قائلا: نلتقي بهذا العرس الفلسطيني في اسطنبول لنبرهن أننا لسنا نسيجا غريبا عن أرضنا، فنحن نحبها وتحبنا، فإن حرمنا حق المواطنة منها اليوم فهي منا تسكن في مواطن القلوب. مضيفا خلال كلمته الافتتاحية: لقاؤنا اليوم هو استكمال للمشروع الوطني الفلسطيني واستكمال لمسيرة مباركة سطرها قادة وأسرى وشهداء، لولا تضحياتهم لما كان هذا الجمع هنا، فنحن تعلمنا منهم أن حب فلسطين هو أن تعطي دون أن تنتظر مقابلا. وعن رسالة المبادرة حدث الرفاعي محددا: إنشاء شبكة شبابية واسعة لفلسطيني الخارج وتفعيل حضور الشباب في العمل الفلسطيني وصناعة القرار الوطني وتعزيز دورهم وإشراكهم في المشاريع التي تدعم القضية الفلسطينية وتنمية الحراك الشبابي الفلسطيني في المجتمعات المحلية بما يدعم فاعلية مبادرته في دول اللجوء والشتات. محددات بالجملة عززها منسق المبادرات المشاركة بتوجيه بوصلة الاهتمام فيما يتصل بأهداف المنصة التفصيلية نحو إشراك وتفعيل شريحة واسعة من الشباب الفلسطيني في الخارج وتوفير منصة جامعة لإطلاق البرامج والمشاريع والتنسيق بين الجهود الشبابية المختلفة وتوحيد الطاقات الشبابية العاملة لفلسطين ونقل الخبرات والتجارب بين الشباب الفلسطيني في الخارج. تفعيل الريادية الدور الشبابي في شتى المجالات دون ما تحجير أو تهميش، مطلب ساقه الرفاعي ضمن حديثه عن إبداعية الشباب الفلسطيني التي عد من تجلياتها سبقه وتميزه في الاقتصاد والسياسة والإعلام والهندسة، داعيا إلى إشراك الشاب الفلسطيني في المشاريع الشبابية الوطنية الفلسطينية الساعية إلى التحرير والعودة.